فتنا مرحلة تم بحمد الله وعونه افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين المنعقدة في مدينة الأقواط، وقد بدأنا الأشغال وتم الافتتاح بحضور السيد مدير التربية لولاية الأقواط في ثانوية ما مصطفى بنبو العيد ببلدية عسفية. وقد كانت الافتتاح في أجواء رائعة ممتازة، والآن الأشغال مستمرة بإذن الله، تستمر اليوم وغدا، وسنوفيكم بأي جديد إن شاء الله وما يترتب عليه. هو تتمة لمشوار نضالي بدأناه منذ الوهلة الأولى من الاعتماد، وهو الآن يواكب الأحداث التي رافقت النشاط النضالي، من حيث وعدت وزارة التربية باستصدار رخص استثنائية للرتب المتضررة من قانون 242/12، وعلى رأسها رتبة مساعد رئيس للتربية مشرف ومشرف رئيسي. ليصلكم كل جديد، اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.